تثبت عدم قانونية الجماعة، مشيرا إلى أن لديه حكما قضائيا صادرا من مجلس الدولة بحل جماعة الإخوان المسلمين. القصة يا فندم وما استجد فيها. هو لعلك تذكرين أننا تحدثنا عن هذا الموضوع في هذا البرنامج من قبل، ولكن ليس بتفصيل كامل. تحدثنا عن أن جماعة الإخوان المسلمين صدر قرار بحلها عام 54، بغض النظر عن عدلية هذا القرار أو عدم عدليته، قرار عادل أم قرار ظالم، هو صدر في فترة حكم عبد الناصر وقت أن احتدم الخلاف ما بين جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين. وبغض النظر، لن نخوض في مسائل طبعا الخلافة التي حدثت وقتها ومن الذي يتحمل مغبة هذا الخلاف، لكن جمال عبد الناصر أصدر قرارين، قرار في شهر يناير سنة 54 وقرار في شهر ديسمبر سنة 54، قال فيه أن جماعة حل جماعة الإخوان المسلمين. أعقب هذا القرار طبعا اعتقال عدد كبير بعد أحداث أكتوبر 54 هو حادث المنشية، اعتقل أفراد جماعة الإخوان المسلمين وداقوا الأمرين في سجون عبد الناصر. ثم جاءت بعد ذلك قضية 65، قضية سيد قطب. استمرت جماعة الإخوان في السجون إلى أن خرجت في عهد أنور السادات. في عهد أنور السادات حدثت بعض حوارات بين السادات وبين أفراد من جماعة الإخوان، بوساطة من عثمان أحمد عثمان وبعض الشخصيات الإسلامية القريبة من الإخوان المسلمين، علشان الإخوان يكون لهم ضوء أخضر أو شرعية يعملون من خلالها. لكن الحلول التي طرحها أنور السادات على جماعة الإخوان وقتها لم تلقى قبولا من الجماعة، فقررت أن تقيم عام 77 دعوة، هي الدعوة رقم 133 لسنة 32 قضائية، أقيمت في 27/10 سنة 77. أقامها الأستاذ عمر التلمساني عليه رحمة الله، وده كان من الشخصيات العظيمة في جماعة الإخوان المسلمين، وهو المرشد الثالث للجماعة. أستاذ عمر التلمساني في الدعوة كان يطلب فيها عدة أشياء. قال لما جمال عبد الناصر حلنا تم مصادرة الممتلكات بتاعتنا كلها ومصادرة المقرات بتاعتنا، فأنا بطلب بموجب هذه الدعوة يا محكمة القضاء الإداري أيتها المحكمة العادلة التي تجاوزت فترة حكم عبد الناصر وأصبحنا في فترة يسمح فيها بإعادة الحقوق إلى أصحابها، أنا بطلب إلغاء قرار الحل وبطلب إعادة الممتلكات لينا، واعتبار قرار الحل ده قرار باطل وغير صحيح، وتعود ممتلكاتنا لينا كلها التي صودرت. ظلت هذه الدعوة متداولة على فترات طويلة، استمرت كم سنة دكتورة هالة قدام القضاء؟ لا، 15 سنة، إلى أن صدر حكم فيها في شهر فبراير سنة 92. الحكم الحقيقة في القضية، أنا كان لي الشرف أن أحضر بعض الجلسات من بعد منتصف 85، حضرت بعض الجلسات وحضرت في فاعليات هذه القضية، وكان من حظي أن أنا صورت ملف القضية بالكامل وقتها، واقتنيت ملف القضية باعتبار أن دي قضية تاريخية، وكان لي الفخر أنا ومحامين آخرين من جماعة الإخوان أن يكون معنا ملف القضية دي. لما كنا بنحضر في القضية كان بيحضر كبار محامين الإخوان المسلمين، كان بيحضر شخصيات لها قيمتها زي الدكتور عبد الله رشوان، هو ما زال على قيد الحياة على فكرة. الدكتور عبد الله رشوان يعني يمكن عنده 95 أو 96 سنة. كان بيحضر الله يرحمه الأستاذ عبد الله سليم، كان بيحضر شمس الدين الشناوي، كان بيحضر الدكتور توفيق الشاوي، كان بتحضر شخصيات كبيرة لها، كان بيحضر مختار نوح. الشخصيات دي لما كانت بتحضر الحقيقة في هذه الجلسات، قام دفاع الأستاذ عمر التلمساني بتقديم قرارين الحل. يعني احنا معترضين على ان في قرارين حل صدروا، واحنا بنقول ان قرارين الحل دول قرارين يعني فيهم بطلان مطلق لا يجوز التعويل عليهما. فرحنا مقدمين قدام المحكمة او هيئة الدفاع قدمت القرارين دول، ولما قدم القرارين لم يحدث، جات الحكومة هي كمان وقدمت أيضا صور رسمية من القرارين دول، فلم يحدث جدل على الإطلاق عما إذا كان هناك قرار صدر أو لم يصدر. المسألة كان متفق عليها بين أطراف الخصومة أن هناك قرارات صدرت بحل جماعة الإخوان المسلمين، وكان الجدل يدور حول هذا القرار، هل هو قرار عادل متفق مع صحيح القانون أم كانت له أهواء سياسية.